ومشاهدينا لتفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي. أهلا بك دكتور بسام. دكتور بسام، يعني مخرجات هذا الاجتماع وما هي التوصيات؟ مساء الخير، يعطيك العافية. مساء النور. هلا احنا يعني بتعرف الاجتماع كان لدراسة الوضع الخاص بالسلالة الجديدة اللي أعلنت بأنها موجودة في بريطانيا، وعن يعني التغيرات اللي هي تطورت لتفرقها عن السلالة الأصلية اللي هي كان منشأها زي ما حكينا أوهان الصين. فتبين أنه هي يعني المعلومات المتوفرة حتى الآن من مراكز البحث العلمي وذات علاقة بالأمور العلمية أنه هي أكثر انتشارا، يعني أسرع انتشارا، لكن ما في ما يفيد بأن هذه السلالة أدت إلى مضاعفات أكثر، ذراوة أكثر، أو وفيات أكثر، لكن انتشارها سريع. يعني لا زالت الأمور مبكرة عشان إحنا نحكم على أمور زي هيك. هي العائلة، هذه العائلة التاجية معروف عنها في الفيروسات إنها تتطور وتتمحور إلى عدة سلالات، ويعني كان من شهر 9 لحد الآن يعني أكثر من 17 سلالة ظهرت جديد على الفيروس، لكن لم تختلف اختلافات جذرية عن الفيروس المسبب للكوفيد 19. نعم. اللي عرف بالسارز كورونا فيروس 2. جيد دكتور بسام، لكن ما مخرجات اجتماع اليوم؟ يعني ما هي أبرز التوصيات التي قدمت اليوم؟ المخرجات هي يعني نقاشات كانت على مستوى أعضاء اللجنة من كافة الاختصاصات، ويعني كان التفكير بانه يعني نراقب اكثر على ما يصل من معلومات تكون ايجابيه، لكن احنا يعني اصبحت هناك امور واضحه و بامور تجعلنا نفكر كيف التعامل مع الطيران اللي قد ياتي من الدول المعنيه، لكن لا زالت خارج بريطانيا الحالات المسجله هي حالة أو حالتين في الدول، الأمر الذي تحتاج إلى وقت للتفكير، لكن أصبح هناك تأكيد بأن يعني تأكيد فحوصاتنا على المطار من الجهات القادمة، وأعتقد أنه القرار للجنة الأوبئة من خلال وزير الصحة بحيث أنه انعطى أكثر من يعني سيناريو بحيث ينعمل عليه. دكتور، أبرز هذه السيناريوهات؟ أبرز هذه السيناريوهات، السيناريوهات بتعرف أنه في دول أوروبا، دول أوروبية، وفي عنا في الشرق الأوسط يعني زي خلينا نقول السعودية والكويت، يعني أخذت في اتخاذ إجراءات، أنا بعتبر هذه إجراءات احترازية، بحيث أنها يعني علقت الطيران مع بريطانيا بحيث أنه يكون المسافرين. إحنا بجوز فكرنا في انه الاردنيين الموجودين هناك يكون في نظره لهم، ان نحاول نضيف معلومات اضافيه كيف التعامل مع الطيران، لكن القرار بتعرف يعني يصاغ هلا، لانه انت بتطلع على القرار من منظور اقتصادي، من منظور استثماري، من منظور الهدف العام هو صحه المواطن. فاتوقع انه احنا لا زلنا في بدايه الطريق بحيث نحكم على اجراءات تكون عنيفه. نعم. ولا برضو لا يمكن الاستهانة في أمور زي هيك سلالة أن يكون لها تأثير على الطابع العام أو الوضع العام، وإحنا بتعرف لسه في موجة طالعين، ولسه في أسئلة كثيرة تم الاستفسار منها بأنه التطعيم هو لا يزال فعال، لا تؤثر عليه هذه السلالة، إذا في إجراءات احترازية، كل هذه الأمور تم دراستها واعتقد تحتاج الى مزيد من الدراسه، هناك اجتماع ثاني. نعم دكتور بسام، يعني فقط للتوضيح، لم يتم اتخاذ اي قرار او اي توصيه بخصوص اذا ايقاف الطيران من والى المملكه المتحده، يعني من العاصمه عمان او من الاردن بشكل عام. دكتور، ماذا نعرف عن السلاله الجديده؟ يعني اذا ما تحدثنا، وخصوصا انتم اجتمعتم اليوم للحديث عن هذه السلاله، هل يتم معرفه اذا ما كان المصاب بفيروس كورونا من خلال الفحوصات المعتمدة الآن من قبل وزارة الصحة وأيضا عالميا، وكيف يتم تمييزها؟ يعني حتى الآن فحص البي سي آر خلنا نقول الرئيسي اللي هو يستعمل
تأكيد مرض الكورونا أو الكوفيد 19 لم يتغير، يستطيع بحد ذاته الكشف عن هذه السلالة لأنها في جيناتها لم يكن هذا التغيير بحيث يؤثر على فحوصات البي سي آر، وهذه هامة. أضف إلى ذلك أنه يعني الفيروس الجديد اللي هو ناتج عنه هذه السلالة، نعم، خلينا نقول أنه هو أسرع في الانتشار، وانت بتعرف انه احنا العالم اصلا الجائحه وصلت الى 77 مليون، هي سريعه الانتشار، لكن هنا اكثر من ذلك، لكن لم يثبت بانه هي اكثر ذراوه زي ما حكيت او اكثر شده او اكثر خطوره. اضف الى ذلك انه المطعوم يعني بحد ذاته كان فعاليته، اذا هو يقي بالفعاليه اللي هي 95% ويستطيع الوقايه من هذه السلاله في الوقت الحاضر. هلا لا جديد على السلاله هذا، لانه هي العائله التاجيه زي ما قلت لك هي بتغير من الجينات وغيرت فعلا، ثبت انه هذا الفيروس رصد او السلاله من اواخر شهر 9، لكن هذا الفيروس او السلاله الوحيده التي اثبتت بانها يعني قد تكون لها اهميه وبائيه لم يتاكد منها بعد. يعني دكتور فقط للإيضاح، يعني هي أسرع انتشارا لكن في نفس الوقت هي ليست من أكثر إماتة، يعني دكتور؟ نعم نعم، لحد الآن هي لم يدل البحوث الطبية بأن هناك ظهرت أعراض جديدة أو نحتاج إلى إجراءات صحية جديدة بكيفية انتقال الفيروس وكيفية التعامل معه، إلا الإجراءات الصحية المعمول فيها بشكل عام على فيروس الكوفيد، لأن هي أحد السلالات الموجودة ضمن هذا الفيروس العام. نعم. لكن إحنا بنقول إنه في منشأ للفيروس الأصلي، قد يكون هذا منشأ آخر، لننتظر. إحنا يعني فكرنا، يعني معالي الوزير أكد بأنه اللجنة في اجتماع مستمر إن شاء الله، وسترقب أي أحداث جديدة وممكن يتخذ قرارات يعني في الوقت المناسب، بحيث أن ما تعطل أي إجراءات معمول فيها، لكن هناك تجديد على إجراءات الفحوصات اللي نضمن أنه عدم دخول هذا الفيروس، لأنه حتى لو أنت وقفت مع دولة هناك دول أعلنت عن إصابات نادرة فيها، فالأمر الذي تحتاج إلى 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 تروي في اتخاذ القرار اللي هو قد يكون مناسب لصالح بلدنا. دكتور، أنتم تبحثون القرار الأنسب. دكتور، يعني بخصوص موضوع يعني لا سامح الله ووصلت هذه السلالة الجديدة إلى المملكة، ما السيناريو الذي ستفرضه الحكومة أو ما الذي تم نقاشه اليوم في اجتماع اليوم؟ يعني هو بتعرف هي يعني هل سيكون هناك تشديد أكثر في الإجراءات دكتور؟ يعني لو جيت أحكي لك أنه ممكن لما بدأت الفيروس الكل كان يبحث عن مصدر لهذا الفيروس عشان ما يفوت الدولة تاعته، وبناء عليك قد يكون رقابة من خلال المطارات على المسافرين القادمين من الدول التي يوجد فيها هذا الفيروس وخاصة بريطانيا. لكن احنا ننظر الطيران اللي عماله بيجي مباشر من الدول المعنية، قد يكون برضو له دلالة وأهمية، قد نعود إلى التأكيد على الفحوصات البي سي آر لأكثر من مرة للقادمين من أماكن معينة، قد نأتي إلى الحجر، قد يكون منزلي أو مؤسسي أو كذا، لكن كل هذه سابق لأوانها، لأنه لازلنا في بداية الطريق لتأكيد أي أبحاث ذات علاقة بالطبيعة الوبائية والطبيعة الكلينيكية للفيروس أو السلالة الجديدة. نعم، إذن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي، شكرا جزيلا لك.